ساخر وش على قناة بونا كانون تويت. ويلكم باك ان انذر فيديو. ان تودايز فيديو جبت لكم واحد الحلقه جديده غادي نتعرف فيها على واحد البلان كيفاش دير تجيب فري ان اف سيز فري بي يو اس دي من باينانس ايزي بيزي. شي حاجه اللي زوينه بزاف. ديجا انا سبق لي وجبت من باينانس 90 دولار تقريبا غير من واحد الاير دروب سهل بزاف. وبصح ما كنتش بارطاجيت معكم للاسف. بصح دابا غادي نبارطاجي معكم هذا البلان هذا وما تعرفش واش ممكن يطيح فيك انت وزهرك. نبداو الفيديو. المهم اول حاجه ضروري خص يكون عندك واحد الكونت باينانس ضروري. هذا غادي يكون عند لي انا في الديسكريبسيون باش تدخلوا بالريفيرال ديالي. الا بغيتو مبغيتوش ممكن تكري كونت ديال باينانس ديالك فيريفيه عادي. ضروري يكون عندك كونت باينانس ومفيريفي. هاد جوج حوايج يكونوا ضروريين. واش كدير؟ كتدخل الباينانس ديالك. ريت غادي نخرجوا من هاد البلاصه هادي نوليو بحال اول مره تدخل. المهم راه معاك تدخل اول مره كيخرج لك بحال هكا. عندك كتكون عندك هاد البلاصه هادي الوالد ديالك هوم هاد الصوالح هادو. انت واش غادي دير؟ غي هنايا غادي تهود السكرين ديالك لتحت كاع غادي تخرج لك هاد البلاصه هادي. هاد البلاصه هادي فيها باينانس لايف جيفت كارد بانكيك سواب وهاد الرفس هذا. نتايا غادي تختار هاد باينانس لايف هادي وطا عليها غادي تخرج لك هادي. ممكن دير فولو لهاد الناس هادو زعما في لي لايف لحقاش هاد باينانس لايف كيطلعوا لايفات هاد الناس ديال باينانس. نتايا ما غاديش دير فولو ماشي ضروري زعما ماشي مجبر انك دير فولو. بصح غادي دير هاد ليميتد بونص غادي توطا عليه. هنايا غادي تخرج هاد البلاصه هادي. واش كدير فيها؟ عندك خصك 40 واحد الطوكن ديالهم تما. ما عندها حتى شي قيمه هاد الطوكن هادي. كتجمع منها 40 بحال تيكيه اعتبرها تيكيه. كتجمع واحد 40 تيكيه باش تقدر تسبيني في هاد اللي راهم هنايا. بحال مثلا ممكن يطيح فيك واحد بي يو اس دي ممكن يطيح فيك تل ريد تل 10000 بي يو اس دي واقيلا ولا 1000 بي يو اس دي ولا شي لعبه بحال هكا. كاينين قضايا ديال ان اف تيات كاينين بزاف ديال الحوايج واقيلا 2000 بي يو اس دي. هذا هو الماكس اللي يقدر يطيح فيك. غادي تكون صعيبه بطبيعه الحال باش يطيح فيك هذا البلان هذا. كي دير تشارك في هذه المسابقه هذه بلان راه ايزي بزاف. هما كيوريو حتى بنادم شرا يدي هنا قال لك بوكس بوي شي لعبه اس اس ار بوكس بوي. لي بوكس بوي هما اللي كيطيحوا بزاف في بال حتى حنا اغلب الظن غادي يطيح فينا بوكس بوي. كونوا متاكدين هادو اللي راهم يفوتوا هنايا الفوق هذوك زعما كيبارطاجيو معاك الناس اللي تبينات هو شطح فيها. المهم ما تطلعوش الامل ديالكم. المهم الا جبتو غير واحد دولار من هادشي هذا راه اللهم لا حسد. المهم واش غادي دير؟ غادي تهود لتحت شويه غادي يعطوك هنايا هاد البلان هذا ديال ساين. معاك كدير ساين كيعطيك خمسه ديال التوكنز بحال هنايا ماي بالانس ولا دروك خمسه خمسه ديال التيكيات ما نسميوهمش توكن لحقاش ما عندهم حتى شي قيمه. المهم منين كتانسكريفا دي زوج كتعطاك 10 زايده وكتعطاك اكثر. المهم حنا واش غادي نديرو زعما باش نجيبو داكشي ايزي؟ عندك هنايا لتحت ديلي تاسكس. هاد الحوايج اللي كاينين هنايا هادو ديلي كل نهار كيتعاودوا عاوتاني. يعني ممكن كل نهار تستافد من هاد البلانات هادو اللي راهم لتحت. عقلوا على هاد البلان هذا. يعني ماشي ديرها غير مره وصافي راه تعدم داكشي ديالك. راه ديلي تاسك هنايا على ما كاتبين. يعني ديلي كل نهار كترونو بلا وكيولي عندك فرصه اخرى ديال انك تولي تشارك. المهم غادي تهود لتحت بغيت تواتشي اللايف ديالهم كتبقى تفرج في اللايف ديالهم. عندك من 5 دقائق حتى 40 دقيقه كتاخذ عليها تقريبا. عندك 10 هنايا 20 30 كتاخذ واحد 50 تيكيه غير الا تفرجت 40 دقيقه. معاك تفرج 40 دقيقه كتاخذ واحد 50 تيكيه. عندك هنايا الشير. هذا الشير هذا هو اللي ايزي وزعما اللي ممكن ديرو. بحال دابا حنايا غادي نمشيو نديرو ريد شير اللايف بوست نديرو جو اجريند كونتينيو كيعطيوك شي لايف راندوم. نمشيو نقلبوا على شير هنايا في هاد الثلاث نقاط وغادي دير شير وغادي تشاري فين ما بغيت نتايا. بحال مثلا انا غادي نختار فيسبوك واخا فيسبوك ديالي ما راهش كاين هنايا. اختاروا تيليجرام سير نختاروا تيليجرام الو نبارطاجيه مع الخوادري ديرو هكا فوالا بارطاج ديالنا سبميتد. غير هنا رانا الجوج ديال التليجرام في نفس التليفون على جات. المهم نوليو هنايا نورمالمون هاكا رانا ريورد افيلابل. قال لك ابي ريد باينانس غادي نديرو لها هاكا نوليو صافي بغينا نوليو رجع ريورد. نتمنى تكون طلعت في البالانس ديالنا. للاسف مازال ما طلعتش. جيت هاهي طلعت لنا هنايا جيت. كدير جيت ريسيفد ال 10 توكن ديالك. شير كوبي لينك كذلك غادي تمشي وغادي دير شير كوبي غادي تجي هنايا غادي دير كوبي لينك. لما نصيفطوه للدري صاحبي
فوالا شرينا كوبي لينك غادي يجي هنايا غادي تولي لهاد البلاصه هادي وتمشي دير جيت ايزي بيزي داك الشيء ساهل بزاف زعما باش تجيب الريورد ديالك بحال مثلا واش اخر نديرو شير ديس ايفنت سير جو ما كاينش مشكل تيليجرام كذلك يعني ماشي ضروري تشريه زعما مع شي ناس اللي ما كتعرفهمش ولا شي لعب بحال هكا ممكن تشري غير مع الناس اللي كتعرفهم هادشي عادي غادي نمشي عاوتاني كنت خويا وغادي نصيفط له هاد اللينك هذا ونوليو للبلاصه فين كنا ونديرو جيت ايزي بيزي قاري دابا شحال باقي لنا باقي خاصنا 5 ونسبينيو اول سبين ديالنا سير 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 ريت موتيفيت مساج وود فريند جو هيد نيو شات للاسف ما عنديش فريند ما دابكم توليو فريندز ديالي هنا في باينانس باش راك عارف تبادلوا ميساجات بصح نوليو فين 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 مساج وود فريند كومنت ان لايف واه نكومونتيو فشي لايف دقيقه لقاش بقى راه عطيته دير سي سامثين ديرو نايس سنت نظن الريورد ديالنا راه غادي يجي دابا نتمنوا نتمنوا يديروا لنا جيت خصك ثلاثه ديال الكومونتيرات راهم دايرين هنايا الشرط ديالهم هو ثلاثه ديال الكومونتيرات فولو اذر بيبل ري نديروا هاد فولو اذر بيبل كونتينيو كونتينيو ما كاينش مشكل اكسبتين دي اجري غادي نجيو هنايا ونديروا لهاد السيد هذا فولو صوت صوت هذا دابا نظن غادي يديرون فوالا داروا لنا جيت هنايا غادي نقدروا سبيني وريد الا كنت نقدر نوصل ل 80 تيكيه غادي نوصل ل 80 تيكيه وندير جوج ديال لي سبين شحال خصني 35 35 نقدروا نجيبوا 10 بلي كومونتير مسج وود فريند ما نقدرش ندير واتش لايف ريبلاي يعطوني هادو بجوجهم 20 20 تبقى عندي تبقى خاصني 15 15 خاصني نتفرج ما نقدرش المهم للاسف ما غاديش نقدر نجيب 80 في اول نهار نظن ثاني نهار نقدر نجيب 80 بصح دروك نقدروا نسبينيو لذلك غادي نديروا بلاي وبسم الله الرحمن الرحيم فوالا قلت لكم بوكس بوي قاري هذا بوكس بوي انا ما عارفش واش هو بالضبط واش ان اف تي او شي لعبه بحال هكا كتمشي وكدير لها اوبن بصح كي ندير نحلو ريت غادي نمشيو عند مي following history reminder verification صراحه ما قدرتش نعرف حتى هو البوكس بوي واش كدير به بصح اللي عارف فيكم واش كدير بالبوكس بوي قولها لنا يشارك معنا هذا البلان هذا باش نعرفوا واش كدير به سينو تقدروا تجربوا وحدكم نتمنى شي واحد طاح فيه بي يو اس دي ولا شي حاجه اللي زوينه بزاف ويبارطاجيها معنا بالرجوله الا شي واحد طاح فيه البي يو اس دي جرب هذا البلان هذا وطاح فيه البي يو اس دي يقولها لنا يبارطاجيها معنا لاقاش تكون شي حاجه اللي زوينه بزاف غادي تفرحنا كاملين وغادي تدعمنا على نكملوا في هذا البلانات هادو كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى يفيدكم شي حاجه ضرب لكم موعد حقيقه ان شاء الله الدراري الدريات بيس